تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بالقليعة بالتنسيق مع المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني من إطاحة بعصابة خطيرة تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بإقليم بلدية فوكا. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وباستعانة بتقنيي المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، تم رصد وتتبع أفراد العصابة وتوثيق عملية ترويجهم للممنوعات بالصور والفيديوهات، كما تم وضع خطة محكمة للإطاحة بهم ومداهمة منازل المشتبه فيهم جميعا في آن واحد. لتسفر العملية في البداية عن توقيف 7 أشخاص وحش سكينين أبيضين ساطورين. مواصلة للتحقيق، تم تحديد مكان بقية أفراد العصابة وعددهم 2 بأحد محلات الإطعام السريع ببلدية فوكا. هذان الآخران حاول الفرار فور مشاهدتهما بدوريتنا المدعمة بفراد المفرز الخاصة للتدخل، كما أبدي مقاومة عنيفة ليتم توقيفهما باحترافية وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت مخبأة بسيارة أحدهما تتمثل في بندقية صيد بحري، سكين من الحجم الكبير، سكينان من الحجم الصغير، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة، كمية من المخدرات، هواتف نقالة، ومبلغ مالي من عائدات الترويج، كما تم حجز السيارة. تم إعداد ملف قضائي ضد المقروضين يتضمن جناية تكوين جمعية أشرار وجنح ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة وحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي، وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.